وللمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن فاجعة حريق مستشفى الحسين في مدينة الناصرية، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مقرر القسم السياسي بالهيئة الدكتور ثامر العلواني. أهلا بك معنا دكتور ثامر. حياكم الله أخي الكريم. أهلا بك دكتور ثامر. يعني اتهمتم الحكومة في بغداد بالتسبب في فاجعة مستشفى الحسين، ما هي المسؤولية التي تتحملها الحكومة؟ والتقارير الأولية الحكومية تقول إن التماس الكهربائي هو المتسبب الأساسي في هذا الحريق. بداية هناك حرب عشواء، وهناك إبادة جماعية ترتكب ضد الشعب العراقي، ترتكبها الحكومة الحالية والميليشيات والأحزاب الطائفية، وهي ليست وليدة اليوم أو وليدة اللحظة، وإنما هي مستمرة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا ولن تنتهي، لأن هذه الأحزاب التي جاءت وتسلطت على رقاب العراقيين هي حريصة تريد أن تبيد الشعب العراقي. وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم جريمة حرق مستشفى الحسين وقبلها جريمة حرق مستشفى ابن الخطيب، فالجريمة هي واحدة، حرق المستشفى وحرق المرضى الذين أتوا إلى المستشفى كي يتشافوا من الأمراض، وإذا بهم يخرجون جثث متفحمة على سرة الشفاء بسبب أن هذه الحكومات تسعى إلى إبادة العراقيين جميعا. نعم، يعني هناك يعني شيء ملاحظ وهو تكرار حرق المستشفيات، فخلال الأشهر الثلاثة الماضية يعني نشب حريق في مستشفى ابن الخطيب كما تفضلت، والبارحة في مستشفى الحسين. لماذا لم يتم تلافي الأخطاء التي تسببت بحريق مستشفى ابن الخطيب؟ لماذا يعني تخلق الحكومة حجج لها؟ حقيقة هذه الجريمة التي راح ضحيتها ما يقرب من 100 شهيد، ما أكثر من 200 جريح، الجريمة تضاف أيضا إلى الجريمة التي سبقتها في جريمة مستشفى ابن الخطيب التي أيضا احترق فيها ما يقرب من 100 مريض وأيضا تقريبا 200 مصاب. جريمة لا تريد الحكومة أن تحل المشكلة الأساسية التي هي ابتدأت بالإهمال، بإهمال المستشفيات، بإهمال المراكز الصحية، لم يقدموا على إجراءات حقيقية فعالة ضرورية في من أجل سلامة المستشفيات، لم يقدموا على جعل منظومة السلامة العامة الضرورية في هذه المستشفيات، وأيضا كان الإهمال المتعمد على مر السنوات الماضية هو النهج الحكومي المتبع. وإذا لاحظنا جريمة يوم أمس، هي جريمة مركبة من عدة أمور، أولها أنها لا توجد أدوات السلامة في المستشفيات، لا يوجد نظام لاستشعار الحرائق، لا توجد منظومة إطفاء لهذه المستشفيات، وهذه وعد رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي عندما حصلت حادثة مستشفى ابن الخطيب أن يعالجها، ولكن لم يتعالج أي شيء منها، واستمر الأمر لأن هذه الإجراءات هي تدخل في إطار الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الحالية، وهي مستمرة وخصوصا في وزارة الصحة التي أصبح فيها يزكم الأنوف. نعم، يعني عند فاجعة مستشفى ابن الخطيب شكل الكاظمي لجنة للتحقيق لم تعلن نتائجها حتى الآن. لماذا لم تعلن هذه النتائج؟ وهل تتوقع أن يعني تصدر عن هذه اللجنة التي شكلها الآن مصطفى الكاظمي أي نتائج ملموسة؟ أبدا لن تخرج هناك نتائج حقيقية في محاسبة المجرمين والمقصرين في حرق مستشفى الحسين، كما أنها لم تخرج نتائج حقيقية تحاسب المجرمين والمقصرين في جريمة مستشفى ابن الخطيب، لأن الجميع مشترك، حكومة الكاظمي، الأحزاب، الميليشيات،
كلها متواطئة على أن تجعل المستشفيات العراقية هي آلة لحصد أرواح العراقيين وليس مكانا لشفاء المرضى، وأن تعين العراقيين وتخرجهم من بعض مآسيهم. فالجميع مشترك في هذه الجريمة، ولا يمكن لمجرم أن يحاسب مجرما آخر وهو مشترك في نفس الجريمة. يعني الأحزاب، ما هو الدور الذي تقوم به في عملية القتل، ويعني الذي وصفتموه بالممنهج؟ حقيقة هذه الجريمة هي ليست وليدة اللحظة، وإنما هذه الأحزاب الموجودة في السلطة أصبحت تقسم ثروات العراق ووزارات العراق ومؤسسات الدولة العراقية. كل حزب متسلط ومتنفذ هو لديه وزارة لأجل منافعه الشخصية، تكثر فيها مسألة الفساد المالي والإداري. هم لم يأتوا من أجل أن يؤسسوا وزارات أو أن يجعلوا هذه الوزارات تخدم الشعب العراقي وتعمل من أجل مصالح الشعب العراقي وتعين الشعب العراقي، وإنما هم يأخذون الأموال التي هي مخصصة لهذه الوزارات من أجل أن ينتفعوا بها ومن أجل أن يخدموا دول إقليمية ودول خارجية على حساب الشعب العراقي وعلى حساب حياة العراقيين وصحة العراقيين. فإذا هم مجرمون لأنهم ساعدوا في تفشي الفساد، ساعدوا في هدم مؤسسات الدولة، ساعدوا في تدمير وزارة الصحة. ومعلوم تماما أن وزارة الصحة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا هي تحت تخضع لسيطرة جماعة التيار الصدري وجماعة مقتدى الصدر، وهم المسؤولون أولا وأخيرا عن هذه الجريمة، لأنهم هم من تسببوا في تفشي الفساد المالي والإداري في هذه الوزارة. نعم دكتور ثامر، يعني هذا القتل الممنهج وإن تغيرت أشكاله سواء في التظاهرات أو في الإخفاء قبل القتل أو في المستشفيات أخيرا، يعني إلى أي مدى يصب الزيت على النار وعلى نار الغضب الشعبي على العملية السياسية وشركائها فعليا؟ حقيقة الآن الشعب العراقي كله وصل إلى قناعة أن العملية السياسية هي سبب كل المشاكل العراقيين وسبب المآسي التي يعاني منها العراقيون، وهي تسببت بحرق 94 شخص يوم أمس، وقبلها 100 شخص في مستشفى ابن الخطيب، ومأساة الموصل ومأساة الفلوجة والمغيبين. كل هذه الجرائم هي تسببت بها أو أنتجتها العملية السياسية الحالية التي هي أصبحت أم المشاكل. والشعب العراقي الآن أصبح يتظاهر، نحن نرى مظاهرات، وثورة تشرين بدأت منذ عام 2019 وإلى يومنا هذا المظاهرات تخرج في الشوارع رافضة للعملية السياسية، ووصلت إلى قناعة أنه لا يمكن للعراق أن يخلص وأن تنتهي مشاكله ومآسيه ومعاناته إلا بإنهاء العملية السياسية وجميع من شارك فيها من الأحزاب الطائفية والميليشيات التي تسيطر على العراق ومقدرات الشعب العراقي. نعم، إذن مقرر القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، كنت ضيفنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.